خلصت لك على كل الشركة. يا ريتك كنت موجود وتشوف وشوشهم ساعة ما عرفوا انك خرجت من المستشفى. كانوا هيموتوا. الحمد لله لولا انك بتتابعني وقلت لي على الحيوان اللي كان هيموتني وانا في المستشفى. ايفان ما يفرطش في رجالته خالص يا ابو هيبه. اسمع يا ابو هيبه، انا عايزك تبعد خالص عن كين. امرك. انسى. وبعدين في حاجه تانية. امر. الشركه ما تحاولش تصطدم بيها، احنا مش لوحدينا في الدنيا يا ابو هيبه. في اجتماع دلوقتي، عايزك تسمع اكتر ما تتكلم. تمام؟ مش هقدر اكتر من كده. نازل الرعب يا ابو هيبه. ابو هيبه لوبت بريكلوتشينيا. توتشينا. طالما بنعملوا حساب كل حاجة أو فاهمين دماغ الناس أو كله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحة بتكفي نفسيها أو تكسب. أتليتشنا. أتليتشنا؟ Probably. Probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt. There are no official wars between countries,
But they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Khabar. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسها أو دول برضك سلاحهم معروف لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون تجار مخدرات أو متطرفين ودول ملهمش أمان You know your brother Hakam and his son Khalaf already took some heavy arms before. خلاص خلي السلاح التقيل لكين وخليني انا في اللي بعرفه ساديس صبراني شوني كونشنس ساديس السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهلة قوي غير السنين اللي فاتت انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوة بالسنين اللي فاتت أنا الحقيقة يا جماعة مش قصدي أضايقكم خالص على الإطلاق بس الحقيقة برضو يا أبو هيبة إن أنا في السنة اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي أنت قدرت تبيعه يا أبو هيبة ومش عايز أضايقك برضو The arms market size in the Middle East according to our statistics in past 10 years is around 70%. Egypt alone amounts 39. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts, and not only in Egypt, whole the region But a separate notice. I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружие в мире. Да. Но Кин. Кин увеличил свои продажи от 10 до 30% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны Они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено? Подумаем.